صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. تأخرنا كثيرا في عمل فيديوهات، ولكن لهذه الظروف الصعبة التي نمر بها نطلب من الله أن يسمح لنا بحياة مليئة بالسلام والمحبة وعدم النفاق وعدم الرياء وعدم الغلاء، ونرفع أيضا الله أن يبعد عنا كل شيء سيء مثل الوباء والغلاء وارتفاع الأسعار التي يحزن الجميع. وبهذه المناسبة الجميلة مع الانتخابات الرئاسية، لكي نرى أننا في بلدنا مصر العظيمة بلد الديمقراطية، نتناقش في قصة جميلة، قصة يرويها الكل للبعض، لنرى الرئيس شميل وأمه المرتشية. كان شميل قائد لشعب منطقة القوقاز الذي كان يقاوم لمدة طويلة تقدم الروس إلى بلادهم. أما ما كان يحزن قلب هذا القائد الرئيس فهو انتشار الفساد بين شعبه، خاصة الرشوة، وقد استخدم كل وسيلة لإصلاح حال شعبه دون جدوى. وأخيرا حدد الرئيس موعدا لتنفيذ قانون قاسي، وهو أن من يضبط ملتبسا، وهو ما يضبط متلبسا عفوا بجريمة الرشوة، يعرى ظهره ويجلد 100 جلدة علانيا دون استثناء. يخضع لهذا القانون الجميع سواء رجالا ونساء، ولا يعفى منه حتى الشيوخ أو المرضى أو الأطفال. وانتهت المهلة وألقي القبض على أول مرتشي أو مرتشية، وكانت المفاجأة إنها أم الرئيس نفسه شيميل. أبلغ الرئيس بما حدث، بلغوه، فبدأ يتساءل داخل نفسه: هل تعفى أمي من الجلدات؟ وكيف يحترم الشعب القانون بعد ذلك؟ وأين العدالة؟ وهل تحتمل أمي 100 جلدة على ظهرها؟ على ظهرها؟ صرخ شميل قائلا: العدالة فوق الكل، فلتعاقب أمي. توسل كثير من الشعب إليه أن يعفو عنها وأن يعطيها فرصة أخرى. أما هو ففي حزم أمر بجلد والدته أمه، وحضر الرئيس نفسه لحظات الجلد. ولم يكن بالسهل عليه أن يرى أمه وقد يعرى ظهرها، وإن هالت الجلدات تسقط على ظهر أمه وهي تصرخ بمرارة وحزن وأسى: ابني ابني. إذا تمت 5 جلدات الأولى لم يحتمل شميل المنظر الرئيس، بل نزل بسرعة إلى موقع الجلد وطلب من الجلاد أن يكمل باقية الجلدات على ظهره هو بنفسه، على ظهر الرئيس. فلم تحتمل الأم أن ترى ابنها يسقط تحت عقوبة خطيتها، عقوبة سقطتها، عقوبة رشوتها، فكادت تموت الأم حزنا على ما فعلته. إلى متى ننظر وننتظر؟ إلى متى نحتمل هذا كله؟ أميرة للبيع، بينما كان أحد الخدام يعظ، دخلت الكنيسة إحدى الأميرات من العائلة المالكة. في الوقت لمعت في ذهنه فكرة عجيبة، وهي أن يقدم الأميرة في مزايدة، فصاح قائلا: ها الأميرة قادمة ونريد أن نبيعها. فتعجبت الأميرة ونظرت مندهشة تنتظر ما سيفعله.
فأخذ يستقبل مشتريا وهميا سماه العالم، فقال: ها هو العالم قادم ليشتريها، كم تدفع أيها العالم ثمنا لها؟ فأجاب بلسان العالم وقال: أنا أعطيها كل بضائعي، وهي شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. فقال الخادم: ولكن عندما تموت ماذا ستأخذ منك؟ فأجاب: لن تأخذ مني شيئا، وستذهب للقاء ربها فارغة. وعندئذ قال الخادم: هذا لا ينفع، هل من يشتري الأمير غير العالم؟ وإذ به يتخيل شخصا قادما اسمه الشيطان، فقال: ها هو الشيطان قادم ليشتريها، ماذا تدفع أيها الشيطان ثمنا لهذه النفس الثمينة؟ فقال: افتح لها أبواب الشرور والشهوات على مصراعيها. فسأله: وماذا أيضا؟ قال: أستعبدها لنفسي. فسأله: وماذا بعد الموت؟ قال: أجريها معي إلى الهلاك الأبدي. وعندئذ قال الواعظ الحكيم: كلا، لن نبيعها لك وصاحة مرة أخرى، من يشتريها؟ وأخيرا تخيل الرب يسوع قادم، فقال: هوذا شخص جليل قادم، إنه الرب يسوع، ماذا تدفع يا سيدي ثمنا لهذه النفس الثمينة؟ فأجاب: لقد دفعت فيها ثمنا باهظا، هو دمي المسفوك لأجلها على الصليب. وقال: وماذا تعطيها؟ قال: أعطيها غفرانا وحياة أبدية، وأضمها في قبضة يدي، وأجعلها نورا للعالم وملحا للأرض، استلكت حسب وصاياي وتعليمي. فسأل الخادم: وماذا عن الموت؟ فأجاب: أخذها لتتمتع بمجدي، ولتكون معي إلى الأبد في سعادة أبدية. وعندئذ نظر الخادم وقال: إنك أنت الذي تستحقها يا سيدي. ثم نظر إلى الأميرة وقال: والآن يا سيدتي، لمن من هؤلاء تبعين نفسك؟ فقالت والدموع تجري على خديها: لقد بعتها لمن اشتراني بدمه، حقا لقد تجسد الرب يسوع المسيح لكي يفدينا ويشترينا بدمه الطاهر، فتصير ملكا له وملكا له، ويعطينا عربون الحياة الأبدية. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بشرة صار. أشكر كل إخوتي المستمعين لهذه القناة، قناة الملكة والأمير، وأرجو الاشتراك بالقناة، ولو عجبكم الفيديو أرجو عمل اللايك، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة سواء كانت إيجابية أو سلبية. شكرا لمحبتكم، نهاركم جميل.